المرة اللي فاتت اتكلمنا على ترانسبورت سيستم امبلانتس، واخدنا الروت، الاستراكشر بتاع الروت والاستراكشر بتاع الستيب والفانكشن بتاع كل واحدة فيهم. النهاردة هنبتدي بقى من الأول خالص، ناخد الجزء اللي هو فايت الخاص بإيه، الخاص بالترانسبورت سيستم أو السبورت أباضي اند انيبل ات تو موف. يعني ايه اللي بيخلي الجسم واقف، بيدعمه بيخليه ثابت، وايه اللي بيخليه يتحرك. كلمة enable it to move يعني بيساعدنا على الحركة. مس نعم، اتفضل. انا عارف ال انا عارف الجزء ده؟ يعني اسأل فيه؟ ماشي. ماشي، بس انا لو سألتك هتحل، لو انت بتجاوب هتجاوب كتابة. اي حاجة خلاص، تمام. أول سؤال هقوله، استنى كده أخبي الكتاب، أنا هشيل السكرين. طيب ماشي، هشيل السكرين ونخلي الشير، نخلي الشير. بص، complete the sentences or write the scientific term is made of strong tissue and that can contract in an orderly way. تاني حاجة، مصنوعة من الـ strong tissues يعني أنسجة قوية، و that can contract وممكن تنقبض. يبقى احنا بنتكلم على مين؟ المسلز برافو عليك. طيب البوينت التانية، بس احنا عندنا المسلز هنا هنا وهنا. طب استنى كده افتح الكاميرا علشان اشوف انت بتقول هنا وهنا على ايه. استنى، عندنا هنا ايوه برافو، ماشي تمام. ولما نعمل السؤال كده هتبقى شورت، لما نعمل كده تبقى ريلاكس. بالظبط. طيب انا هسألك سؤال دلوقتي، muscle contract، when a muscle contract the cell of the muscle become shorter ولا longer؟ كونتراكت شورت. برافو عليك، صح كده مظبوط. يبقى انت كده فاهم تمام التمام. طيب when the muscle relax the cells return to their لونج original. لونج بس كده، يبقى انت كده فاهم تمام التمام. طب انا عندي هنا رسمتين، واحده في relaxing هنا التيشوز او السيلز لونج، وعندك هنا في الكونتراكت ذا سيلز او ذا سيلز انتيتي. عاملة زي الورم، عاملة زي الورم برافو، عامله زي ايه؟ الورم الوار. بالظبط، جودة. yes like one. okay you might recall that mitochondria are the main energy producer in a cell. مين اللي بيكون يعني responsible for produce energy in the cell؟ ميتوكوندريا طيب ممكن تكتب لي عشان ميتوكوندريا؟ ال صح المسلز، عشان تعملي كده محتاجة انرجي بالظبط، عشان تعمل كده. بس طيب what true or false. muscle when the muscle to do its function it needs more of energy. true or false. ترو صح. طيب muscle cells are baked with mitochondria، يعني العضلات، الخلايا العضلية بتكون كلها متجمعة مع الميتوكوندريا. لا سيا صح، ما انا لسه قاريها قاريها، انا قريتها في الباراجراف. طيب muscle allow for movement of body. طيب مين هو يعني ال movement of the body can المسلس، move بس by muscle. مش المسلس هي اللي بتعمل الموفمنت. الجوينت، عشان احنا عند هنا في الارم في جوينت هنا اهي، هنا جوينت والني جوينت الجوينت دي، الجوينت دي موف، بيحصل لها موف، بس مين اللي بيعمل allow for movement؟ هي جوينت والمسل هيخلي ايزي موفمنت. صح تمام.
طيب برضه ترو اور فولس، muscle allow for movement of the body but they don't work alone. يعني ايه مين المقصود بزي دونت work زي دونت work alone؟ مين ومين؟ هل المصل بس ايه؟ ينفع تعلي صوتك؟ طيب بقول لك هنا muscles allow for movement of the body، يعني العضلات هي اللي بتسمح للجسم ان هو يتحرك. طيب بس they don't work alone، يعني المسلز ما بتشتغلش لوحديها، لازم يكون في حاجة هي اللي بتشغل ايه المسلز دي. طيب انا الانرجي المسلز تبقى محتاجة ايه عشان يحركها؟ محتاجة ثانية أعرفها. ماسكولر ماسكولار سيستم. ثانية. لا ده احنا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك المصل بتكون تابعه لي، يعني المصل دي عباره عن اورجان ان ماسكولار سيستم، لكن البونز از اورجانز اوف سكيلتال سيستم، يعني العظام تعتبر جزء من الهيكل العظمي، لكن العضلات عباره عن عضو يتبع الجهاز العضلي. يبقى الجسم بتاع الانسان عنده تو سيستم، في اللي هو الجهاز العصبي اسمه ماسكولار سيستم، وفي عندنا الجهاز الهيكلي اسمه سكيلتال سيستم. فبس السكيلتال سيستم ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على بونز البونز، تمام، لكن الماسكولار سيستم بيحتوي على المسلز، على المسلز. المسلز طيب هنا بقى السؤال بيقول ايه؟ المسلز allow for movement of the body، يعني العضلات بتسمح للجسم ان هو يتحرك، but they don't work alone، ولكنها مش، لكن هي مش بتشتغل لوحديها، لازم يكون معاها حاجة بتحركها. يا ترى مين اللي بيتحرك الماسلز؟ البون. البونز برافو عليك، ممتاز. Brain storm and write or illustrate to explain how other systems help the body move. هنحاول نحن نفكر ونشرح ازاي الأجهزة بتشتغل مع بعضها. زي ما احنا شايفين، هنكتب كلمة muscular system وهنكتب skeletal system، وهنروح عاملين سهم. الماسكولار سيستم بيحتوي على مين؟ على الماسكول الماسلز العضلات، لكن السكيلتال سيستم بيتكون من ايه؟ من بونز، والاثنين دول بيشتغلوا مع بعض، الاثنين بيساعدوا بعض. تحت المربع ده كاتب ايه؟ muscles enable the body to move، يعني العضلات بتخلي الجسم يتحرك، but cannot function without the support، ولكنها لا تستطيع ان تؤدي وظيفتها بدون الشيء يدعمها. طب ايه اللي بيدعمها؟ البونز. البونز كويس كده، يبقى we can say now muscles enable the body to move but cannot to do function alone. They want something to support it. What is this something? Bones، العظام. طيب تعال نشوف. كل المسلز trust from the bones because the bones do everything. Bones can move because they are attached to the muscle. العظام بتقدر تتحرك ليه؟ give reason bones can move ليه طيب؟ because they are attached to muscle. كلمة attached to muscle يعني ماسكة في العضلات، ماسكة فيها، attached to muscle يعني متعلقة بالعضلات. يبقى أنا لو سألت بقى قلت give reason bones can move، ليه العظام بتتحرك؟ علشان مين اللي بيحركها؟ أو هي ماسكة فيها. البونز يبقى نحفظ بقى، نعمل هايلايت على الحتة دي اللي هي ايه؟ because they are attached to muscles، عشان هي ماسكة في العضلات. مين هي اللي ماسكة في العضلات؟ البونز. كمان مرة، bones can move because they are attached to muscles. Is it clear؟ yes. طيب next point بيتكلم على، أو the next sentence، الجملة الجديدة بتتكلم عن the skeletal system and the muscular system work together and move your body. الاثنين بيشتغلوا مع بعض. مين هم السيستمز اللي بيشتغلوا مع بعض؟ مين ومين؟ skeletal system muscular system، system ماشي، work together and move your body، بيخلوا الجسم يتحرك.
طيب كده الصفحة دي خلاص تمام كده، انا كده اطمئنيت ان انت كده فاهم الجزء ده. فهنشوف الصفحة اللي بعديها. عندي حاجة اسمها جاينتس، اللي هي ايه الجاينتس دي؟ اللي هي أنا لسه، الأربطة. لا أيوة اللي هي زي في الأرم، هي موجودة في الأرم بهين شوت، عشان موجودة عشان البونز، لو البونز من غير جونت يبقوا كده مش يعني تشد، بس ان في بعض مش هيشتغلوا. لا يعني هيبقى تشد عضل حاجة كده، شد عضل يعني يبقى مش هتقدر يتحط، مش هتقدر تحركي حاجة من ايدك. بالظبط. Your bones work together at places called joints. يعني العظام بتاعة الإنسان بتشتغل مع بعضيها في مكان، المكان ده احنا بنسميه joints. A joint is where two or more bones meet. بيكون الأربطة دي في مكان بيجتمع فيه عضوين، عظمتين أو أكتر. يعني لو عندي العظمة بتاعة الكتف والعظمة بتاعة الذراع، الاتنين دول بيلتقوا، مين اللي بيربطهم؟ الجوينت. يعني الجوينت دي تعتبر ايه؟ الأربطة. يبقى هنا جوينت is where two or more bones meet، مكان بيجتمع فيه عظمتين أو أكثر. جوينت this provide flexibility and movement. يبقى أنا لو سألت what is the function of joint، فايدتها ايه الجوينت دي أو وظيفتها ايه؟ وظيفتها اللي هي الإنجليش ايه؟ provide flexibility and movement، بتسبب بتحسن من مرونة في العظام والحركة بتاعتها. تبقى بتحسن حاجتين، بتدي مرونة. كلمة flexibility يعني مرونة، مرونة يعني ايوه بالظبط زي ما انت بتعمل كده. طيب movement حركة، يبقى حركة بس ومرونة. الأول مش عارف اسمه ايه، تقدر تعمل In all direction. يس اوكي، بس انا اللي يهمني دلوقتي الحتة اللي انا بتكلم فيها، ايه فايدة الجوينت؟ وظيفتها ايه؟ بروفايد. ما اسم السن the joint let you move easier. طيب ممكن نقول بروفايد flexibility and movement. Like you saw with care, the girl doing hand stands, the start of the lesson. Bones connected to other bones by tissue called ligaments. عندي حاجة تانية برضه هتكلم عن حاجة اسمها ligaments أو ligaments. When the bone is trying to move, ligaments stretch and keep the bone from shifting away from each other. الفانكشن بتاع الليجمنت، اول حاجه الليجمنت دي تبقى موجوده فين مكانها؟ في الـ arms وفي الـ legs. طيب الفانكشن بتاعت الليجمنت ايه؟ الـ joint الـ function بتاعها roots لا بص بقى احفظ معايا، keep the bones from shifting away from each other. يعني ايه؟ بتحمي العظام احسن تتفكك من بعضيها. يبقى ligament stretch and keep the bones from shifting away from each other، احسن تتفكك من بعضيها. مين اللي بتعمل كده؟ ligaments او ligaments. يبقى ligaments فايدتها ايه؟ ligament stretch and keep the bone from shifting away from each other، بتحمي العظام أحسن تتفكك من بعضيها. طب موجودة فين الليجامنت؟ ايه طب الاستراكشر بتاع الليجامنت أو الوصف بتاع الديسكريبشن بتاع الليجامنت عبارة عن ايه؟ It is connected to other bones by tissues called ligament. يبقى ممكن نقول على الليجامنت دي عبارة عن تيشو. كلمة تيشو يعني نسيج. النسيج ده بيعمل ايه؟ connect
بونز with each other، عبارة عن حتة لحمة أو حتة زي القراوشة كده، زي عارف أنت الفراخ وأنت بتاكلها كده، مش بيبقى في حتة كده عاملة زي الغضروف زي الغضاريف، لا حتة كده اللي هي القرقوشة دي اللي بتبقى زي عضماية بس طريقة نقدر ناكلها، بتبقى في الدجاج يدرهم يعني زي العضماية بس خفيفة خالص كده، ممكن الواحد ياكلها زي الجرجوشة يعني غضاريف. فالليجمنت دي عبارة عن تيشو فايدته ايه؟ كونكت تو اذر بونز، بيخلي العظم مربوط مع بعضيه. تعالى نشوف شكلها، استنى انا هوريها لك على الصوره، ان شاء الله الصوره هتوضح اكتر. بص كده معايا، شايف الحته اللي لونها رمادي دي او لونها بلو يعني ابيض مايل، البيبي بلو ده او اللايت بلو، ايوه ده اسمه ليجامنت، يعني حته غضروفيه. الليجامنت ده لما اجي اوصفها في الديسكريبشن بتاعها هقول ايه؟ بتبقى تيشو. اسمها بول اند سوكت. لا الحته دي، الحته اللي لونها لبني دي مقصود بيها الليجامنتس دي، الحته اللي انا بشاور عليها دي اسمها ليجامنتس. يعني ايه ليجامنتس؟ يعني حاجه غضروفيه كده، اهو بتعمل ايه؟ كونكت بونز وذ اتش اذر، بتساعد على ان تخلي الاعضاء العظم ربط ماسك في بعضه. طب ايه كمان بتبقى طب فايدتها؟ يعني ايه كمان؟ هي اسمها الحقيقي تحتها بول اند سوكت. ماشي. طب فايدتها ايه بقى؟ الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفاكشن allowed bones احفظ معايا، لما حد يسألك يقول لك what is the function of ligaments، هتقول keeps bones from shifting away from each other، بتحفظ العظام احسن تتفكك من بعضيها. طب الكلام احنا بنمتحن بالانجليزي فما نقولش حرف خالص، يبقى keep the bones from shifting away from each other. تعرف تقول الكلام ده؟ يلا اتفضل. What is the function of ligaments؟ He keep the bones from shifting away، shifting كلمة shifting away away. أيوة from each other. أيوة تمام، برافو عليك، الله يفتح عليك. طيب يبقى احنا هنا اتكلمنا على الحاجتين، اتكلمنا على الجاينتس، اتكلمنا على الليجامنتس. الجاينتس فايدتها ايه؟ provide flexibility and movement. طب الليجامنت فايدتها ايه؟ keep the bones from shifting away from each other. فنخبيهم كده ونسأل تاني، طب ايه فايدة الليجامنتس؟ انا هسأل نفس السؤال وهجاوب وانت تسأل كده، هسألك انت وانت تجاوب. الليجامنتس يا مس دعاء فايدتها ايه؟ او keeps the bone from shifting away from each other. each other. طيب ايه فايدة يا مس الجوينتس؟ provide flexibility and movement of الموفمنت the bone. ايوه يلا بقى نسأل علي، what is the function of ligaments؟ keep bones keep bones the bones sure fitting from shifting away، يعني هي بتحفظ shifting away from each other. طيب what is the function of joint؟ Joint prove provement with flexibility and movement. of faulty and moving ماشي movement. خلاص تمام. physical signs connection، your arm and legs may not seem like machine. الايدين بتاعت الانسان ورجليه مختلفة خالص عن الآلة، احنا مش روبوت، احنا بني ادمين. but in fact they are، ولكن في الحقيقة احنا عاملين زي الروبوت. طيب when muscles fall on bones they act like a simple machine called a liver. يعني العضلات بتاعت الإنسان لما
بتتمس لما بتكون ماسكه في العظام. زي كده كده مس ايوه، بسيط. بتبقى احنا عاملين زي الروافع بالظبط. بالظبط صح. الدراع بتاع الانسان زي ايه؟ الاله اللي اسمها ليفر. ليفر اللي هي الرافعه. اهي كلمة ليفر. عشان لنا التعريف بتاع الليفرز بقى. ايه الليفرز دي يا جماعة؟ روتيت اباوت افيكسد بوينت، عبارة عن بتكون عبارة عن بتتحرك عند نقطة ثابتة، تدور او بتلف عند محور الارتكاز او نقطة ثابتة. which in your body are the joint، ودي النقطة الثابتة بنسميها ايه هنا في ذراع الانسان؟ the joint اللي هو الرباط. 3 different types of joint enable movement، عندي 3 انواع من الجوينتس: بول اند سوكيت والهنجس اند بيفوت جوينت. يبقى انا عندي 3 انواع من الجوينتس. اول واحد اسمه بول اند سوكيت، ده اول نوع. ثاني نوع اسمه هنجس او هنج. ثالث نوع اسمه بيفوت جوينت. يبقى انا عندي كام نوع من الجوينت؟ we have three different types of joints. space and three ball and socket hang joint وآخر واحد بيفوت pivot joint. بالظبط. البيفوت جوينت. examine the different joint in the table. طبعا هو حاطط لك بقى ايه الثلاثة دول في الجدول ده. يلا نشوف الجدول ده مكتوب فيه. يلا بينا. types of movable joint، عندي الأنواع بتاعة الأربع. أول نوع ligament ده allows bones to move and أول نوع. ثانية كده، اسمه إيه أول نوع هنا؟ اسمه إيه؟ pull and socket أيوه ال description بتاعه. What is the description؟ allowed bones to move and rotate in any nearly all direction. every in all direction direction كمان مرة، بيسمح لكن للعظام ان هي تتحرك. مش ايوه كده برافو صح اكسلنت. صح، تمام كده 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 خلاص. ماشي، خلي بالك انا هخبي الحاجات دي وانت هتقولها من غير ما تبص على الصورة. يعني دلوقتي طيب تقرا لي عايزين نعرف يعني هتقول لي الديسكريبشن والاكزامبل. طب الاكزامبل بتاعت البول اند دي سوكيت موجودة في ال مش دي موجودة في الأول في الشولدر والهيبس. هيبس اند شولدر. هيبس اند شولدر. الشولدر بس العظام. عند الأول الأول عندها هنا تمام. انا دلوقتي عايز اسالك سؤال، ممكن؟ كده. كل نوع من انواع الجوينت هتقول لي الديسكريبشن بتاعه ايه والاكزامبل ايه. خلاص. طب ايه الاكزامبل بتاع البول اند سوكيت؟ Pull and socket allows bones to move and rotate in any all directions. طيب، بيسمح للعظام ان هي تتحرك وتدور في كل الاتجاهات. يبقى allow bones to move and rotate in nearly all directions. طب انا ممكن اختصر الكلام ده وليه؟ allow bones to rotate in all directions. خلاص؟ allow bones to rotate. طب ايه الاكزامبلز؟ عندي حاجتين، اول حاجة الهيبس، تاني حاجة شولدر الشولدر. خلاص يلا كده. وطبعا انت شايف الرسمة، شايف الرسمة بتاعتها الهيبس والشولدر، العظام بتاعة الكتف والشولدر اللي هو ايه الكتف والهيبس. ايوه تمام. تاني حاجة الهينج. ايه الهينج دوا؟ شايف لا تتحرك بس بتاعة forward and backward only. ايوه، يبقى two directions allow bones to move back and forth in a signal
دايركشن، يعني في اتجاه واحد او اتجاهين مختلفين، زي العظام بتاعه الصباع الفينجرز والالبو، ايه للبو ده الساعد، والني اللي هي الركبه الرجلين. يبقى عندي 3 انواعهم، 3 اماكن او 3 امثله، فينجرز الفينجر والالبو والنيز. ماشي. طيب الديسكريبشن بتاعها allow bones to move back and allows those bones to move back and forward and in a single direction. Fingers. حافظ شكلها خلاص. لو انا جبت لك الصوره دي وفرشت لك كلمه هينج، هتعرف تقول ان دي اسمها هينج جاينت. ماشي كده احنا عرفت حاجتين اهو. طب اخر واحده البيفوت، شكلها ايه البيفوت؟ ادي شكل البيفوت اهي، عامله زي ما لا تقولي. موجود في النك. ايوه allow bones to turn، كلمه turn يعني يلف، allow bones to turn. طب ايه الامثله؟ الاكزامبلز 3 امثله، النك واللور ارم بلوزة البو. فين اللور ارم؟ اللور ارم جدع، برافو. طب فين النك؟ صح كده، ممتاز. طيب الديسكريبشن بتاع البيفوت جاينت allow bones to turn، allow بو bones to التالي. turn. خلاص كده تمام. خلاص انا هخبي الصور دلوقتي وهسألك بعد الوقت، هقول لك ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. يلا السؤال الاول يقول what are the three types of joints. بول اند سوكيت joint تاني واحدة. هانج جوينت بوفيت joint صح بوفيت صح جوينت. تمام. طيب tell me the example of pole and socket joint بول like اند سوكيت يو كان اللاود سبونز to move. to move all directions طيب for example like mean like arm like hips and shoulders. hips and shoulders. shoulders. طيب نمبر 2، لو انا سالتك قلت لك الهنج هنج جوينت، what is the description of هنج جوينت؟ الوصف بتاعها ايه؟ joints allowed bones to move backward and frontward single single direction. صح كده، برافو. الأمثلة المثال like knee النك وإيه كمان؟ وال ويت الفينجر والني، الفينجر والني، الفينجر اللي هو الصباع، والني اللي هو الركبة، والالبو اللي هو ايه الدراع نفسه، يبقى فينجر والبو والني. طيب تالت واحده البيفوت، البيفوت الديسكريبشن بتاع البيفوت allow bones to turn like مين ومين؟ النك واللور ارم الالبو. خلاص تمام. make no bones about it you have learned that the skeleton along the with muscle enable movement but what else does the skeleton do for the body. طيب عندك الماتيريال، عندنا هنا جايب ماتيريال زي البابل راب والبلاستيك باج وبلاستيك جار الخطوات. read the complete and complete the lab safety form. number 2 place one piece of bubble wrap in the plastic firmly squeeze the plastic bag for 5 seconds popping as many bubbles as you say you can remove the bubbles wrap and count how many bubbles are popped. Record the data in the data and observation section below. Repeat step number 3 with the bubble wrap in the plastic jar.
follow your teacher's instructions for proper cleanup. طيب هنعمل التجربة بتاعة البابلز، وبعد كده هنروح ندخلهم في كيس، والكيس هنروح نعمل له ايه، ندوس عليه كده بإيدينا ونشوف اللي هيحصل، هنستفيد ايه. طيب كده الساعة 8 اللي فيه تبقى 10 دقايق أو 8 وخلص. طيب اقفل الزوم. أهو بص كده معايا في الصفحة دي، البونز بروفايدز سبورت، يبقى العظام بتعمل سبورت للبادي، زي هيلب يو سيت اب، بتساعدك ان انت تبقى ايه، تقعد ستاند اب برضه، يعني تقعد وتقف، اند ريز يور ارم اوفر يور هيد، ممكن ترفع ايديك بالظبط، تو اسك ا كويشن، لو انت هتسأل سؤال، وات ايلس كان ذا سكيلتون دو فور ذا بادي، يبقى هو كده بيكلمني على الفانكشن بتاعة البونز. اول حاجة بروفايد سبورت، زي هيلب يو سيت اب اند سيت داون اند ريز يور ارم. طيب البروتكشن يعني الحماية، يبقى فايدة البون أول حاجة، لو الفوايد بتاعة البونز أول فايدة بتعمل سبورت بتاع تدعيم أو دعم، تاني حاجة بتعمل حماية بروتكشن، زي إيه؟ العظام بتاعة الجمجمة دي زي مثلا. الهارت أيوه وزي البرين تمام، استنى بقى عليا الحتة دي نشرحها. والني وال Clean your head نيجز. and ثانية بس يا علي ثانية واحدة، بص كلمة بروتكشن دي يعني حماية، fill your head and then fill your stomach is softer than your head، لو انت حطيت ايدك على بطنك هتلاقي البطن بتاعتك طرية شوية كده، لكن لو انت حطيت ايدك على راسك هتلاقي حتة ناشفة. طيب is softer than your head، the hard rigid structure you feel in your head is your skull، الحاجة الصلبة الناشفة اللي انت مسكتها دي من فوق اللي هي دي تعتبر skeletal، ايه skeletal ده، اللي هو الجمجمة، السكال اللي هي الجمجمة. طب فايدتها ايه؟ ايه بروتكت ذا سوفت فراجيل تيسو بروتكت اوف يور مايند. برين، ايوه بتساعد ان احنا بنحمي الدماغ من ان هو يحصل له ايه، يتدمر كده او يحصل له حاجه. اذر بونز بروتكت ذا سباينال كورد، العظام التانية بتحمي العمود الفقري او السباينال كورد والهارت واللانجز اند اذر انترنال اورجنز. يبقى عشان نختصر الباراجراف ده هنكتب ايه، البروتكشن يبقى فايدة البونز أول حاجة سبورت، تاني حاجة البروتكشن، طب بروتكشن لمين ومين ومين؟ للبرين والسباينال كورد والهارت واللانجز and the other internal organ. يبقى أنا عندي تو فانكشن للبونز، أول حاجة بيعمل إيه؟ سبورت، تاني حاجة بروتكشن، سبورت لمين؟ سبورت للبادي. طب بروتكشن لمين؟ بروتكشن للانترنال اورجان. طب الانترنال اورجان زي مين ومين؟ البرين والسباينال كورد والهارت واللانجز. طيب ثالث واحده برودكشن اند ستورج، كلمه برودكشن اند ستورج يعني وسيله من وسائل الحفظ والانتاج، طب يا ترى بتعمل انتاج لايه؟ بتحفظ ايه؟ another function of bones is to produce and store material needed by your body، بتحفظ وبتنتج اشياء الجسم بتاعنا محتاجها. طيب red blood cells are produced inside your bones، خلايا الدم الحمراء بتكون بتنتج وبتتكاثر في العظام. bones store fat and calcium، العظام بتخزن الدهون والكالسيوم. يبقى انا عندي حاجتين، ثلاث فوائد من فوائد البونز، اول فايده بتعمل ايه؟ سبورت، ثاني فايدة بروتكشن، ثالث فايدة برودكشن اند ستورج. طب بتعمل برودكشن لمين وستورج لمين؟ بتعمل برودكشن للريد سيلز، كويس. طيب يا ترى الريد بلاد سيلز بتبقى انسايد يور ايه، بون، بروديوسد انسايد يور بونز، بونز ستور فات اند كالسيوم، طب بتعمل ستور لمين ومين؟ للفات والكالسيوم. يبقى بتعمل برودكشن للريد بلاد سيلز، والستورج لمين؟ للفات والكالسيوم. طب الكالسيوم ده مفيد لينا؟ يس طيب مفيد ليه بقى؟ give reason، كالسيوم is very important to our bones. ليه؟ بيعمل ايه ده؟ هنقول سترونج strong، ايوه make our bones strong and for many cellular processes، والعمليات الخلوية الأخرى.
تمام يا جميل، كده احنا خلصنا الحمد لله. بس كده يعتبر الدرس خلص، ولا لسه فاضل؟ تعال نشوف ممكن يكون فاضل حاجة فين. فاضل حاجة اللي هو تو ديفرنت وورمز. طيب كده جايين ولا هي برضه هي صفحات وغنطوطة، بس عادي هنخلصها. ده لا ده المفروض المرة الجاية إن شاء الله. طيب أنا هسألك سؤال بقى في الحتة اللي فاتت دي، أنا عايزك بقى تقول لي what is the function of bones؟ What the function is what? bones Bones protection the brain, the heart, طب ايه كمان؟ and the stomach. ماشي انت No, كده. طيب انا the عايزك lens. انا عندي 3 مين بوينتس او 3 فانكشنز اوف بونز، نقط ونقط ونقط، او سبيس اند سبيس اند سبيس. مين هم؟ حاجه كده سبورت، support, تاني حاجه بروتكشن، protection, تالت تالت واحده حاجة برودكشن اند ستوريج. production and storage, طيب بالنسبه للبرودكشن transport اند ستوريج، and طيب processing. كويس خالص ممتاز. طيب بالنسبة للبرودكشن بتعمل برودكشن لمين؟ بروديوس ايه؟ production produce ريد سيل. تعمل طب بتعمل ستورج لمين؟ storage للكالسيوم. طب هل الكالسيوم مهم؟ yes What is the importance of calcium to our bones? we'll let our bones strong. ماشي كويس خالص ممتاز جدا. طيب تعالى نشوف بقى ايه هنا. لو الزوم قفل ندخل تاني ماشي؟ ماشي هو خلاص الدقة دقيقة، تعالى نطلع وندخل تاني. أنا هطلع ماشي وأنت